العمل الدؤوب اللي كانت كتقوم به الاخت دكتور نجوم اللي صراحه قضات معايا انا طيله المده ديالي في هذا المجلس واحد السنوات اللي كانت فيها نعم الموظفه المخلصه في عملها والغيوره على الجماعه الترابيه القرعاني. الاخت كلثوم تقدمت طوعا بطلب ديال التقاعد النسبي وهي غادي تغادرنا خلال الشهر المقبل باش ترتاح واحد شويه، ولو اننا غادي نفتقدوها وغادي تخلي المكانه ديالها بمجلس الجماعه الترابيه. من هنا كنبغي نيابه على اعضاء المجلس وسكان جماعه القرعاني كنبغي نشكرها بزاف على المجهودات اللي بذلت معنا وتحملتنا في العديد من المواقف، احيانا كنكونوا قاسين معها ولكن الاخت كلثوم كتظل نعم الموظفه الخلوقه والمخلصه في عملها. كنقول لها شكرا مجددا على الفتره اللي قضينا معك، شكرا مجددا على المجهودات اللي بذلتيها من اجل الخدمه ديال المواطنين بالجماعه الترابيه القرعاني. كتخوني في هاد اللحظات، انا جد فرحانه بهاد الانتفاضه الكريمه. السي العسال كنصيفطهم فرحانين، كنقضوا معاهم اغراضهم، وهذا هو المراد تاع اي واحد. حنا السابقون والاخرين لاحقون. ثقافه الاعتراف. الله يجازيكم بخير. الليله الماضيه عندنا هاد البنيه بحمد الله وامانه في المنصه الرسميه مع هذا الرئيس اللي كله طموح كله جماعه غادي في الاحسن. المرجع القرعاني ياتي بعد توقف ثلاث مواسم. هذه الدوره الحمد لله كانت متميزه بحضور ما يزيد على 27 سرباب، بالاضافه الى انه كان هناك تنوع في البرامج ديال هذا المهرجان. كانت برامج فنيه ثقافيه رياضيه بالاضافه الى حفل ختان اللي استفاد منه ما يزيد على 70 طفل. السربات اللي شاركت في هذه الدوره واللي كيتجاوز العدد ديالها 27 توزعت على مختلف المناطق المغربيه واضفت نوع من الجماليه وبيئه والفرجه على الجماهير الغفيره التي حلت لتتبع فعاليه هذه الدوره. شفنا سكريم ايضا المتفوقين في المستوى الدراسي الابتدائي والاعدادي والثانوي وايضا الفرق الرياضيه في النهائي ديال الدوري اللي كان منظم جامعه القرعاني. من البرامج ايضا اللي شملتها هذه الدوره كان هناك ديال تكريم العدد من الموظفين المتقاعدين بالاضافه الى رجال السلطه. كاين هناك واحد الفقره تكريميه اللي اعتقد انه كتكون سابقه في المهرجانات الثقافيه بالمغرب وهي تكريم عدد من الفقهاء المنتمين الى الحقل الديني بالمغرب بالاضافه الى تكريم عدد من الشباب المشاركين في دوري كره القدم. شنو الاحساس ديالك اليوم كنشوفوا الجماعه كتعترف بالاسهامات اللي قدمتي وبالخدمات الجليله اللي قدمتي لها شحال من سنه؟ هذه الجماعه لهذا الاحتفال ولهذا الجمع الغفير كنشكرهم وكنأيدهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لله حسن. الحمد لله هذا الجمع بالرحمه والمغفره ما يفردون بين وذنوبكم. الله يجعل هذا الجمع ديالنا بالرحمه والمغفره على ففرحانين فرحانين بالقران العظيم وفرحانين بالمسلمين. الله يجعلكم من المحبين عند الله. شكرا. الله يرحم الراحمين يا رب العالمين.